وكده بعد ما نضفنا الاستيكر استخدمنا ميه عشان نقدر نبوش اللي هو اللزق بتاع الاستيكر نفسه ونقدر نفكها بسهوله. طبعا انا نضفت حبه شويه يعني ظبطت الحواف، لكن سبت حبه عشان نعرف برضو شكلها بيبقى عامل ازاي بعد ما احنا بنشيل الاستيكر. زي ما احنا شايفين هنا كده هتلاقي في زيادات كتير، دي بنشيلها بالصنفرة او بنشيلها بالمورد. هنعملها مع بعض دلوقتي ونشوف. انا هستخدم صنفرة خشنة شوية عشان تقدر تشيل الاجزاء دي، برضو هستخدم القطر. وبنفس الطريقة هنكررها على باقي القطع اللي هي اللي مش مظبوطة. وبعد كده هنجيب صنفرة ناعمة شوية زي مثلا 320، نبدأ نصنفر الشكل كله. على اساس ان انت تنعم الاجزاء الداخليه برضو كمان تعملها كلها، ويبقى كده هنخش بقى في المرحله الثانيه. هنحدد القطع على قد القطر بتاع الاسطوانه نفسها ونبدا نقطع بس نفرغ عشان نقدر نحدد الشكل ده. هو اللي احنا الافضل كده دلوقتي ان احنا نقف على الحد ده لحد ما نلزقها على الماسوره نفسها، وبعد كده نقدر نصنفر الاجزاء اللي هي الزياده اللي فيها الباقي الصغيره جدا. احنا كده بعد ما لزقناها طبعا في زيادات هنا هنبدا نشيلها بالصنفره العاديه، صنفره خشنه شويه زي اللي احنا بنستخدمها دي. تمام، نبدا ناكل الاجزاء الزياده. طبعا انت بتاكل بانسيابيه برضو عشان يكون ماشي مع المخرج. والقطعتين دولت احنا نستخدمهم عشان نقدر نثبت الاباجوره في القاعده بتاعتها بالمسامير. وهنبدأ نخرم أماكن المسامير بالدريل. هنا احنا جبنا الخشبة دي وجبنا الدواية، خرمنا بس من هنا عشان نعدي السلك منها، وحفرنا هنا بس المجرى السلك.
الجزء ده انت ممكن تعمله بأي شكل ايا كانت، كلها هتبقى نفس الفكرة. وفي الجزء ده احنا هننقل العلام اللي موجود هنا، هننقله على المكان ده عشان نحفر لها هنا ونقدر نثبت الجزء ده زي ما احنا شايفين كده، وننقلها في نفس المكان. وده شكلها بعد الدهان. احنا بس حطينا الجزء اللي هو الورق اللي موجود ده، ده الياف بلاستيك، ده بيعمل زي بيوزع الضوء اللي خارج من اللمبة. انا قطعت على قدها بالظبط وحطيتها جوه الاسطوانة نفسها. ده بيبقى شكل الشيت، طبعا بقى حاجة مختلفة. وبالنسبة للمبة بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها، انا هنا مستخدم لمبة عادية ليد. كل اللي عملناه ان احنا فكينا بس الجزء ده، وبعد كده احنا زي ما احنا شايفين هنا طبعا في مكان للمسامير. انا خرمت نفس الاماكن هنا في القاعدة بتاعت الاباجور. وبكده احنا وصلنا للشكل النهائي للأباجورة.